والآن نتحول إلى أخبار المال والأعمال. وشروق عماد، إليك شروق. شكرا دينا، شكرا هبة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. التقى وزير البترول طارق الملا مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل لبحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك في ظل التحديات التي تفرضها الأحداث العالمية المتلاحقة. وأوضح الملا أن هناك تنسيقا مستمرا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كأحد شركاء التنمية من خلال المساهمة في توفير التمويل اللازم للقطاعات الحيوية في مصر. ومن جانبه أعرب سنبل على أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي حققت نمواً إيجابياً في ظل حدة أزمة فيروس كورونا، وذلك يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع حرص قناة السويس الدائم على الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية على الرغم من التحديات العديدة التي مرت بها الهيئة خلال السنوات الأخيرة. وخلال استقباله الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيث كليم، أعرب رئيس هيئة قناة السويس عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه المنظمة في صناعة النقل البحري باعتبارها المنظمة الأبرز المسؤولة عن إصدار التشريعات واللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي. وإلى سوق المال، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسة الأسبوع وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 782 مليارا و100 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 21% ليغلق عند مستوى 11756 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 95% ليغلق عند مستوى 2210 نقاط. كما ارتفع أيضا مؤشر EGX 100 بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و37 قرشا للشراء و24 جنيها و46 قرشا للبيع، وسجل اليورو 24 جنيها و23 قرشا للشراء و24 جنيها و32 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 27 جنيها و90 قرشا للشراء و28 جنيها للبيع. أما عن العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و63 قرشا للشراء و6 جنيهات و65 قرشا للبيع. وسجل الريال السعودي أيضا 6 جنيهات و47 قرشا للشراء و6 جنيهات و49 قرشا للبيع. قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن عجز الميزاني التجاري زاد بنسبة 60% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 مقارنة بالعام السابق عليه، إلى مستوى قياسي بلغ 6 مليارات و63 مليون دولار. وأظهرت أرقام المعهد الوطني للإحصاء أن العجز التجاري بلغ 13 مليار و31 مليون دينار في نفس الفترة من 2021، ويعد العجز أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية. انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة من جديد إلى هبة ودينا، إليكما. شكرا لك شروق عماد.